السلام عليكم ورحمة الله. عمي مختار الله يبارك فيك، عندي واحد المشكل في سيارة 406 اش دي اي. عندي المشكل تاع المانو 27، المشكل تاع المانو 27 هذا المانو هذا تاع المازوت عندي فيه مشكل. كاين كسيري شوف عمي مختار تسكت السيارة، كي نكون مرتب الفيشة تاعو ها وين كسيريري. تسكت السيارة كيما قلت لك عمي مختار، كي نكون مركب الفيشة تاع المانو 27 هذاك السيارة تسكت كي نكسيريري. كي نحيها كيما دوكا راني منحيها عادي نتمشى بيها نكسيري نورمال ما تسكت ما والو. قالوا لي بدل مانو اش بي هذا بدلته، راني داير واحد جديد نفس المشكل، ما عرفناش درك وين راه الخلل. اذا كان شفنا كاش حل ربي يبارك فيك. ثم المانو هذاك 27 حتى هو راني بدلته واحد ثلاثة نورمالمو. ها هو بدلت ثلاثة مازال نفس المشكل، كان ركب الفيشة تاعو ونكسيليري تسكت السيارة، كان نح الفيشة نتمشى نورمال. ولكن راك تعرف يكون الحس في الموتور لخاطر ما كاش تنظيم للتدفق المازوت. وبدلت هذا زدت واحد اخر، ها هو به لا رومب نتاعو نفس المشكل. لا رومب ما بدلتهاش، يسمى شريتها ولكن ما بدلتهاش، قالوا لي لا رومب خاطيه. بدلت برك المانو هذا تاع مانو 27 نفس المشكل، والاش بي مانو اش بي درتو جديد هو نفس المشكل. مركب الفيشه تاع المانو هذا 27 اكسليريت سكوت السياره، كي نح الفيشه تاعو نتمشى نورمال. ولكن قالوا لي هكذا راك تهلك لي زانجكتور. شفنا كشحال ربي يبارك فيك عمي مختار.